هل يجوز للمعتمر أن يلبس الجوربين إذا كان مريضا ويجد حرجا إن خلعهما فيشعر بالألم في قدميه؟ يلبس الجوربين لكن عليه فدية، لأن هذا محظور من محظورات الإحرام، فيجب عليه فدية ويخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين المسكين نصف ساعة، أو يذبح شاة يرجعها على فقراء الحرم.